انه غريب، يوم حطيت اكس على المايك اشتغل، يوم اني فاتحة الاكس عن المايك ما اشتغل. غريب ايش اللحظة في الاعدادات حق البرودكاست حق بلاي ستيشن 5. انا سجلت كذا مقطع، قصدي اللي هو سويت بثوث كثير على زومبي وار مع صديقتي، كان اللي ظاهر صوته هي وانا لا، وانا ما كنت ادري عن هذا الموضوع وما حد قال لي، فكنت انزل المقاطع على اليوتيوب، ارفع المقاطع وكذا. بعدين اليوم شغلت مقطع من المقاطع، اسمع بس صوت صديقتي، انا فين صوتي؟ نزلت يمكن يجي 6 مقاطع، ولا كم، اربع، لا اربع، 4 مقاطع لزومبي وار كلها ما فيها صوتي، ايش في؟ مين اشوف الاعدادات كلها يقول لي الصوت واضح، الصوت ظاهر، البرودكاست الصوت ظاهر، كل شيء ظاهر. توني افتح على بودكاست سيتنجز هنا، لا وش هذا، كان محطوط انه ما في ميوت على، يعني ما في ايقونة الميوت على المايك، يعني الوضع تمام. يوم اني قلت خل اجرب، ضغطت الايقونة حقت المايك صار عليها شرطة يعني انها ميوت. طيب ايش ذا اللحس، يعني ايش المشكلة؟ ما ادري هو عطل في البلاي ستيشن ولا ما ادري والله. البثوث اللي كنت اسويها اول كنت ما لمست شيء، يعني بس ضبطت الاعدادات واسجل ويطلع صوتي، لكن اخر فيديوهات كنت اسجل فيه كمان لي مقطع لريزيدنت ايفل فيلج الديمو الاول، كنت العب وفي كذا متابعين يكلموني وانا ارد، المشكلة ردهم كأنهم يردون علي، طلع انهم ما يسمعوني وانا كنت اتكلم وارد، ايوه وما ادري ايش، فين اروح ووين اكل، تعرفون كان ضعت شويتين بعدين اقول ايش فيهم ما تكلموني او ساعدوني وكذا. استغربت بتكملت لحالي، المقطع سجلته بالبلاي ستيشن نفسه وكان فيه صوتي، بس لما شفت المقطع بتويتش ما فيه صوتي، كذا جاني صداع، وش السالفة وش السالفة، قعدت احوس احوس. الحين توني قاعد اسوي مقطع بس عشان اتأكد، يعني قاعد اعدل الاعدادات كذا، عشان كذا سميته بث تجريبي، يعني ما حسجل شيء الحين، بس يعني حبيت اوضح هذه النقطة، وان لي كذا مرة احاول، قصدي كذا مرة سجلت فيديوهات وطلع ما في صوتي وما حد قال لي، عرفتوا، فانقهرت. وكمان رافع المقاطع على اليوتيوب واثقة كذا انه في صوتي، كان اليوم اشغل وات ما في صوتي، وات ما في الا صوت صديقتي، وانا قاعد اتكلم نفسها، وش السالفة؟ للأسف بقرر أني أحذف المقاطع هذيك على اليوتيوب، لأن ما فيها تفاعل، ما فيها مشاركة مني، يعني كل كلامي اللي كنت مسولف معاه صديقتي مو موجود وكذا، فالمقطع جاي ناقص ونوعا ما كأنه تالف، يعني للأسف أضطر أني أحذف كل مقاطع زومبي وار. هو زومبي وار اسمه؟ عمي دوش وزومبي عمي، بس هذه كانت تجربة، وكمان وضحت فيها سبب التجربة وإيش المشكلة اللي واجهتني فيها. بس سيو، لا تفوتكم إن شاء الله، بنزل مقطع جديد للعب Resident Evil Village، ما هو الديمو، اللعبة الأساسية شريتها ولعبتها، وبنفس الوقت لعبت مع صديقتي، فكان نلعب كل واحد من منظور بنفس الوقت، فكلنا نتفجع مع بعض، كلنا نضيع مع بعض وكذا، فكانت مرة حلوة ومرة راح تعجبكم إن شاء الله. بنزل مقطع قريب لما نسوي عليه شوية تعديلات كذا، يعني see you.